مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ، منورنا ومشرفنا. وحلقتنا النهارده حلقه لذيذه، عاملين الوجبه المعتاده بتاعه مطاعم الفراخ المقرمشه، بس عاملين فيها شويه تغييرات هتخليها لذيذه جدا. عاملين رز بالكبد، هو ريزو يعني الطعم ريزو، ولكن احنا عاملينه بكبد الفراخ مش بالفراخ. رائع، مش قادره اقول لكم بتفرق فيه ازاي. عاملين فراخ كريسبي، مش عاملين الفرخ كامله، عاملين صدور فراخ كريسبي. طبعا اللي عايز ياخد نفس الوصفه يطبقها على الفرخه الكامله، ليها شويه تعديلات هقول عليها. عاملين كمان كول سلو اساسي مع الوجبه دي، وعاملين كيكه يوستافندي ملهاش حل، فرصه كده. واليوستافندي جميل جدا في السوق، نعمل منه كيكه جميله. تعالوا نبدا باول حاجه، وهي الرز اللي بكبد الفراخ. هنحتاج نص كيلو من كبد الفراخ اللي متقطعه حتت صغيره، 3 كوبايات رز مصري مغسول ومتصفي، بصلتين مفرومين، وربع كوبايه كاتشب، ربع كوبايه صوص باربيكيو، معلقتين كبار صوص ورشسترشاير، وكوبايتين ونص مرقه دجاج، زيت نباتي، ومعلقه صغيره ثوم باودر، معلقه صغيره بصل باودر، معلقه صغيره بابريكا، نص معلقه صغيره حبهان مطحون، رشه جوز الطيب، نص معلقه صغيره كركم، ورقتين لورا، عودين قرفه خشب، ملح وفلفل اسود. وهنبدا نشتغل على طول. عندي حله حطاها على النار بتسخن، في الحله هضيف شويه زيت على قد طبعا الوصفه كامله، وهاجي دلوقتي اضيف البصل. ضفنا البصل، نجيب بس سباتشولا، ومع البصل عايزه احط التوابل الصحيحة على طول، اللي هي القرفة واللورة مجرد ما البصل يدبل بحط له الكبد، وهو هو دبل وبيصفر كمان، يبقى نقدر دلوقتي نحط الكبد. ادي كبد الفراخ، وهنقلبها. هنلاحظ طبعا ان في ثواني بتبقى بتستوي، واحنا بنقلبها كده هنحط لها التوابل بتاعتها كلها. هاخد كل التوابل معايا، والثوم الباودر، الثوم الباودر، الكركم، البصل الباودر، الحبهان المطحون، رشة جوزة الطيب، والبابريكا، وطبعا ملح وفلفل اسود. هقلب وانا حاسه كده ان ايه الموضوع محتاج شويه زيت، عشان لو جينا ضفنا الرز الزيت هيبقى قليل قوي، وانا مش عايزه الرز يبقى ملزق في بعضه، فبضيف زيت. ممكن على فكره زبده او سمنه، ما فيش مشكله برضو، كله يمشي وكله هيدينا نتيجه ممتازه. هقلب كويس جدا، ومستنيه الكبد تاخد شويه كرمله كده ولون يخلوا طعم الرز ده بالتاكيد احلى بكتير. هنسيبها على النار شويه. تعالوا نشيل حاجتنا الفاضية. وتعالوا كده لحد ما الكبد تستوي نقول مقادير الفراخ. الفراخ دي جميلة جدا 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 فوق ما تتخيلوا. انا عاملاها بصدور كاملة، مش مقسماها. اللي عايز يقسم يقسم الصدر نصين بالكتير قوي، عشان لو اقل من كده لا بتبقى ناشفة شوية ومش احلى حاجة. فارجوكم ما تقسموهاش كتير، اقصى حاجه الصدر الكبير يتقسم نصين، ولو صدورنا صغيره مش محتاجين نقسم خالص. طيب المقادير هنعمل ايه؟ مقادير صدور الفراخ الكريسبي عندنا تتبيله، هتبقى محتاجين كيلو من الصدور، شايلين منهم الموزه انا بشيلها اعمل بيها تشيكن ستريبس في اي وقت،
عفوا، يرحمنا ويرحمكم الله. عندنا نص لتر او 500 مل يعني من اللبن الرايب، معلقه كبيره من الثوم الباودر، ومعلقه كبيره من البصل الباودر، ربع معلقه صغيره من الحبهان المطحون، ومعلقه كبيره من البابريكا، ونص معلقه صغيره من الكباب الصيني، وربع معلقه صغيره من جوزه الطيب، وملح وفلفل اسود. دي كده التتبيله. بالنسبه للطبقه الخارجيه هتكون عباره عن كوبايه ونص من الدقيق، ونص كوبايه من النشا، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقه كبيره من الثوم الباودر، ومعلقه كبيره من البصل الباودر، ونص معلقه صغيره من القرفه، نص معلقه صغيره من الكباب الصيني، ربع معلقه صغيره من جوزه الطيب، ربع معلقه صغيره من الحبهان المطحون، معلقه كبيره من البابريكا، ملح وفلفل اسود، وطبعا محتاجين زيت غزير للقلي. لو بعمل صدور هشتغل على طول، مش بالضروره انقع، ولو ان النقع هيديني نتيجه احسن. والنقع اتفقنا انه بيكون فيه محلول النقع اللي هو عباره عن 3.5 لتر من الميه، ونص كوبايه من الملح، وثلاث ارباع كوبايه من السكر. اقدر اعمل فرخه كامله بالتتبيله دي وبالخلطه دي، هي تكون متقطعه 8 قطع على الاقل، ممكن 12 كمان افضل. ونكمل خطواتنا فيها عادي جدا. تعالوا نبص كده على الكبده قبل ما نبدا في الفراخ. هنلاقي الكبده يعني اخده لون وشكل يجنن. بصوا بقت جوسي كده ودايبه مع البصل خالص، والتوابل ريحتها تحفه 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 فوق ما تتخيلوا. مش عايزه ازود عن كده. هاخد الرز واقلبه مع الكبده. ليه؟ انا عايزاه ياخد من طعم الكبده وطعم التوابل الرهيبه اللي موجوده دي قبل ما احط له السوائل اللي هيستوي فيها. فهاخد الرز كده تقليبه حلوه معاهم، الله 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 على الريحه. ومعانا ام عبد الرحمن على التليفون. يا ام عبد الرحمن اهلا بيكي. اهلا بيك يا حبيبتي، ازيك يا شيف سارة؟ الحمد لله. ازيك انت يا حبيبه قلبي؟ انت عامله ايه؟ كله زي الفل يا حبيبه قلبي الحمد لله. انا بحبك قوي والله. ربنا يخليك يا حبيبتي، ده من ذوقك بس. بحب كل اكلاتك وبعمل كل اكلاتك. تسلميلي يا رب، تسلميلي يا ام عبد الرحمن. انت عامله ايه؟ طمنيني على حضرتك يا شيف سارة. انا زي الفل يا حبيبه قلبي، كله كويس دايما جدا. دايما بخير، رجعلك في العالي يا رب يا حبيبتي. يا رب يا ما حبيبتي. بين ايديك يا حبيبتي. اشكرك يا رب. حبيبه قلبي، اشكرك على كلامك الجميل. يخليلك الوالده يا حبيبتي يا رب. يا رب يا حبيبتي، اللهم امين. بشكرك انا بس، انت وحشانه، انا اول مره اتصل بالبرنامج والله. حبيبتي ان شاء الله تسمعيني صوتك دايما. انا سعيده قوي ان انا كلمت حضرتك والله. تسلمي يا حبيبه قلبي، واهلا وسهلا، نورتيني نورتيني يا جميلة. حطينا المرقة، هنقلب وهنحط بقى الصوصات بتاعتنا، الورشستشاير اللي شركات مصرية بقت بتعمله دلوقتي، لو مش متوفر استغنوا عنه أو بدلوه بصويا. عندي صوص باربيكيو، عندي الكاتشب، والرز ده محتاج حبة صغيرة مية سخنة. ثانية واحدة نضيف المية ونقلب كل الكلام الجميل ده مع بعضه. عايزين نطمن ان كل الصوصات اتخلطت ودابت تماما في المرقة، بس زي الفل كده الرز مرقته مظبوطة. نكلم منا واحنا بنحط الملح. يا منا اهلا وسهلا، ازاي حضرتك يا شيف؟ ازيك يا جميلة، عاملة ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله، انا بحب حضرتك جدا جدا. يا رب يخليكي يا حبيبة قلبي، اهلا وسهلا بيكي. انا مبسوطة جدا جدا اللي كلمت حضرتك. حبيبتي انا اكتر، انا اكتر يا منة، نورتيني يا حبيبة قلبي، اهلا بيكي. تقليبة للملح، محتاجة بس ادوق المرقة اطمن ان اموري تمام. عايز شعرة صغيرة ملح لأن المرقة ملحها مظبوط، فده معناه إن الرز هيطلع ملحه قليل. تقليبة وبس، هغطي وأسيبه يستوي على نار عالية في الأول، ومجرد ما يشرب المرقة بتاعته بنوطي عليه النار ونسيبه يستوي
زي اي رز في الدنيا. ناخد بالنا بس عشان الرز ده فيه كاتشب وفيه باربيكيو، والكاتشب والباربيكيو الاثنين محتوى السكر فيهم عالي، فوارد جدا ان هو ممكن يشيط مني لو نسيته على نار عاليه. فناخد بالنا كويس جدا من النقطه دي علشان يفضل الرز كله سليم ومفيش فيه اي مشاكل. طيب ندخل على الفراخ الكريسبي. قبل بس ما اعملها هنضف مكاني بسرعه، في شويه رز وعين هنا. عايز تطلع فاصل؟ طيب نطلع فاصل ولما نرجع هنبدا معاكم في الفراخ الكريسبي. فاصل صغير ومستنياكم. ورجعنا من الفاصل، والفراخ دلوقتي هنبدا في تتبيلها. الرز انا وطيت عليه النار شويه عشان زي ما قلت لكم هو يميل لانه ممكن يشيط، فوطوا النار على طول اهو. بصوا لسه شويه مرقه شرب حبه ولسه فاضل حبه، بس بنوطي عليه احتياطا. يلا بينا نشوف الفراخ هنعمل ايه. هنعمل التتبيله، وعشان نعمل التتبيله هنجيب هنا اللبن الرايب، التوابل حبهان، بابريكا، كبابة صيني، جوزة الطيب، ده البيكنج باودر، هو البيكنج باودر ليه كان محطوط مع التتبيلة يا حلوين؟ هاتولي بقى بيكنج باودر تاني. ممكن حد يرد؟ توم باودر، عايزه بيكنج باودر. نعم عشان كنتوا حاطينه مع التتبيله حطيته بالغلط. حطينا كده كل التوابل على اللبن الرايب، فاضل الملح والفلفل الاسود. ايه دي؟ الملح، وادي الفلفل الاسود. هخلط كل الكلام الجميل ده مع بعضه. بقت عندي تتبيله الفراخ، تتبيله رائعه للفراخ البانيه تنفع، وللفراخ الكريسبي تنفع برضو مفيش مشكله. هقلب وهاخد الفراخ انزلها في الخلطه دي واتبلها بيها. طبعا الكلام الصح ان احنا نسيبها على الاقل 4 ساعات، لكن طبعا الكلام المظبوط اللي يدي الطعم الحلو ليله في التلاجه، تقعد الفراخ في الخلطه الحلوه دي تطلع معانا زي الفل. نقلب كويس عشان بس نطمن ان كل الفراخ منقوعه تماما في التتبيله. بس كده وهنسيبها في التتبيله ونيجي نكمل. هوطي النار بقى على الرز خالص واسيبه براحته. ناخد بسمله على التليفون قبل ما نبدا في الطبقه الخارجيه. بسمله اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا حبيبه قلبي؟ اهلا بيكي. الله يخليكي، عامله ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. يا احلى ست الدنيا والله. نعم؟ احلى ست الدنيا. يا رب يخليكي يا رب، انت اللي جميله يا حبيبه قلبي، كلك ذوق. الله يخليكي يا حبيبتي. انت هتعملي اي تكريمات على عيد الام؟ مش سامعه خالص. ايه؟ بقول لك هتعملوا اي حاجه لعيد الام، تكريم الام؟ والله بنفكر في كام فكره كده، وقريب جدا هنعلن عن الفكره اللي هتكون هي اختيارنا ان شاء الله لعيد الام. طب انا ممكن عايزه افتح مامتي وحماتي. مامتك وحماتك؟ طب يا ريهام ممكن تاخدي الاسامي يا حبيبتي؟ ريهام هتاخد منك اساميهم؟ خديهم يا ريهام. شكرا يا حبيبتي. ولو في اي حاجه هنكلمهم على طول، احنا هنرتب ان شاء الله ترتيب لطيف لعيد الام. كل سنه وكل امهات العالم بخير. حطينا الدقيق وحطينا النشا وحطينا بيكنج باودر
وهنحط كل التوابل، توم باودر وبصل باودر وبابريكا وحبهان وقرفه وجوز الطيب وكبابه صيني اهم، وهنحط كمان ملح وفلفل اسود، ادي الملح وادي الفلفل الاسود، وهنقلب الكلام الجميل ده مع بعضه. بقت الطبقة الخارجية جاهزة، خلوني اشيل الحاجات الفاضية ونيجي بقى ايه نغلف الفراخ بالطبقة الخارجية. طبعا الافضل زي ما قلت ان احنا بنسيب الفراخ ليلة في التتبيلة، وده اللي بيدينا احسن نتيجة. هجيب قدامي كده بلانشة اطلع عليها الفراخ اللي تجهز، وهنا هنعمل ايه، هنطلع الفراخ من الخلطة على الدقيق، ومش عايزين يعني نضغط الفراخ جامد بالخلطة، احنا عايزينها تفضل منعكشة ومكرمشة كده عشان ده اللي هيدينا النتيجة الأفضل. بنشيل بس الزيادة قوي من على الفراخ، مش كله طبعا عشان يبقى في حاجة تخلي الدقيق يمسك، وبننزلها في الدقيق. وشايفين أنا بلف عادي مش بضغط الفراخ، وده اللي بيدي أحسن نتيجة للفراخ المقرمشة. واحدة كمان، على الفراخ على الدقيق قصدي، ونلف ونقلب هنلاقي كده الكراست اللي بره منعكشه، ده بالظبط اللي احنا عايزينه، النعكشه دي مهمه جدا. واحده كمان، ونقلب الناحيه التانيه. تقدروا تحطوها في كيس بلاستيك وترجوها، لو عايزين علبه بلاستيك وترجوها، كل ده هيوصل للغرض المناسب والتمام وهيظبط لنا الدنيا. عايزه اعلي على الزيت وانا بشتغل كده عشان يبقى جاهز. هو ايه سخن؟ لا لسه بارد، فاحنا علينا عليه علشان نشتغل بيه على طول. نكمل واحنا بنكلم مين؟ مين يا ريهام؟ أم أحمد معانا على التليفون. يا أم أحمد منورة. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبة قلبي. أخبارك يا مستر سارة؟ إزيك يا حبيبة قلبي، عاملة إيه يا أم يا أحمد؟ رب يا رب كده يا بنتي يحسن ما بين إيديك يا رب، ويطمنا عليكي وأنا شكرا للأمورة ردت عليا في التليفون. تسلمي يا رب. أسلوبك جميل، أسلوبك جميل، وسلام لجميع الشيفات اللي في القناة مع حضرتك. بشكرك يا حبيبة قلبي، واللي ردت عليكي ماهي بتشكرك. شكرا يا حبيبة قلبي ونورتينا، أهلا وسهلا بيكي. والمدير القناة والعاملين بالقناة وكل من عندي في القناة. تسلمي لي يا حبيبتي، سلامك وصل وأهلا وسهلا بيكي، نورتي وشرفتي. لفينا آخر حتة فراخة أهي في الدقيق، عايزين نعمل طبقة كمان عشان نضمن كده ان المنظر ايه، كراست جامدة ومقفلة على الفرخة ومسكها من كل حتة. ده القلي ده طبعا غير قلي البقسماط خالص، القلي ده بالنسبة لي احلى، انا بحب اللي بالدقيق اكتر من اللي بالبقسماط بكتير كمان. يلا تعالوا بقى ناخد لفة كمان، بتبقى الفراخ بيقولوا عليها ايه، عرقت، عرقت يعني رطبت كده شوية، فلو نزلتها في الدقيق تاني هتاخد طبقة كمان وهتبقى كريسبي اكتر واكتر. مين معانا؟ مين يا بنات؟ ريهام؟ يلا اخر دور. انتوا ما بتردوش ليه يا جماعة؟ منار معانا على التليفون، يا منار اهلا وسهلا.
أهلا نجسار، عاملة إيه؟ الحمد لله يا حبيبة قلبي، أنتِ عاملة إيه؟ الحمد لله، بحبك أوي. يا رب يخليكي يا حبيبة قلبي، كلك ذوق. ممكن أعرف طريقة الملوار؟ طريقة إيه؟ الملوار. حد سمع؟ مولار؟ إيه المولار ده؟ الملوار. الممبار؟ الملوار. المروار؟ صوص المروار؟ خلاص تمام، انا فهمت خلاص. تمام ماشي، انا كده جبت خلاص. انت عايزه ايه؟ ماشي يا حبيبتي، اهلا وسهلا بيكي. خلاص كده عملنا كل الكميه وامورنا تلاته. مستنيين الزيت يسخن، ما ينفعش ننزل الفراخ ابدا في زيت بارد، لان لو نزلناها في زيت بارد الدقيق ده كله هينزل وهتبقى الدنيا مش احسن حاجه خالص. عايزين ننظف مكاننا كده، نجيبها هنا وننظف اي حاجه دقيق او كده. ناخده هنا في البوله يلا بينا، وندخل على مرحله القلي. طبعا عايزه اوصيكم على حاجه، يفضل جدا ان الفراخ لما تيجي تتقلي تكون ما عادتش فيها بروده جامده، تكون برودتها هديت، لان الفرخه البارده لما بتنزل في زيت سخن بتشد، لكن لما تكون في حراره الغرفه لا، النتيجه بتكون احسن بكتير جدا جدا جدا. تعالوا نبدل، نجيب الزيت جنبنا ولا بلاش علشان ما يطرطش علينا. نشوف بس الزيت ده سخن ولا ايه، عايزين كده اي حته ايه بقسماط نعمل بيها اختبار. بصوا طلعت على طول، ما دام طلعت على الوش على طول يبقى الزيت ده سخن، لو ما طلعتش على طول يبقى الزيت بارد. وبرده لما بنيجي نحط حاجه في الزيت بنتعامل معاها بهدوء، ما بناخدش كده الحاجه ايه دلق على طول في الزيت، واحده واحده كده عشان الزيت يحافظ على حرارته. طبعا دي لو انا سبتها هتتحرق فهطلعها، وننزل الفريخ بتاعتنا في الزيت. يلا واحده واحده كده وبالهداوه عشان ما ننزلش درجه حرارته فالزيت يبرد وبالتالي الفراخ تنزل ميتها، وبالتالي نبقى كاننا يعني بوظنا عمليه القلي خالص، وحاجات كتيره قوي وحشه هتحصل والفراخ دي مش هتطلع احلى حاجه. فبالراحه خالص. يلا. واحده واحده كده وبالهداوه. بصوا بقى ريهام بتديكوا نصايحها من خبرتها العظيمه في الطبخ، تقول لكم طبعا ما حدش استنصح زيي، وكانت اول ما تنزل الحاجه في الزيت تقعد تقلب فيها على طول، فطبعا يا ريهام اللي بيحصل انك كنتي بتوقعي الكراست مش كده؟ وبيبقى شكله اقرع وانت شكلك محرج وحاجات مش لطيفه خالص. فعلشان ما يحصلش ده ما نبقاش زي ريهام وما نقلبش اول ما نحط في الزيت. ريهام عبره ليكوا يا جماعه انكم ما تبقوش زيها. فحاولوا ما تبقوش زي ريهام عشان ما توقعوش الكراست، تستنوا على الفراخ كده لما تشد وتتماسك. ايوه بالظبط، ما هي اللي بتفضح نفسها بنفسها، يعني انا سالت هي اللي اتقالت، هي اللي اتبرعت بالمعلومه فلازم هنستفيد بيها يعني. بالظبط. يعني الراجل حتى البانيه اللي كان نفسه فيه مش هياكله، مش ممكن يا حتى مكرونه وبانيه يا ريهام، دي اكله شعب مصر اللي ما بيعرفش يطبخ. يلا بينا، خلونا بقى اخر اتنين دول ننزلهم مع بعض. نعم مار. انا ما اعرفش المعلومه دي. اوكي بصوا بقى المنظر، بصوا. لا ما اقدرش اعمل فيكي كده، والمنظر تحفه، بس طبعا لازم نسيبها تتقلي براحتها. انا لسه عندي دور تاني اتنين واكمل. ايه رايكم تطلعوا فاصل عبال ما دول يتقلوا واما نرجع نكمل مع بعض؟ مستنيكم.
ورجعنا من الفاصل، وزي ما انتم شايفين احنا طلعنا اول دفعه من الفراخ، والصدرين اللي كانوا فاضلين معانا برضو خلاص تحفه. لا كراست بتقع ولا فراخ بتبقى طريه ولا اي حاجه من الكلام ده، كل امورنا مظبوطه جدا جدا جدا. بس شكرا جزيلا. ايه رايكم في منظر القرمشه الرهيب ده؟ اعتقد يعني مش محتاجين نتكلم كتير عن الحلاوه. بنسيب الفراخ تتصفى من الزيت وامورنا ماشيه تمام. طيب نعمل بسرعه الكول سلو، والكول سلو مقاديرها هتكون ايه؟ سلطه جميله طبعا تتقدم مع الكلام ده. عايزه اقول لكم ان الرز شرب الميه بتاعته، حسيت ان في كده شويه رطوبه زياده ففتحت عليه الغطا وسايباه ايه على شويه بخار كده، هيظبطوا لنا الدنيا. ده طبعا بيحصل ليه؟ لان احنا مستخدمين صوصات كتير، فوارد انه يحصل لانها صوصات تقيله مش سايله قوي، فبتعمل الرطوبه اللي انا بقول لكم عليها دي. ففي الحاله دي هتقوموا فاتحين الغطا وتسيبوه يتبخر، بيطلع منه البخار الزياده ويرجع زي الفل، وهو اصلا كويس يعني ما فيهوش حاجه، هي مجرد خطوه كده يعني. طيب الكول سلو، عشان نعمل الكول سلو محتاجين راس كرنب فرنجي، بس هي طلعت كبيره قوي احنا مش هنحتاج كل ده، ومحتاجين برضو راس كرنب فرنجي احمر وتلات جزرات مبشورين، بصله بيضه مكعبات صغيره. الناس كتير بتستغرب من ان انا بضيف بصله، المطعم اللي انتوا بتحبوا الكول سلو بتاعه قوي وانتوا عارفين هو مين بيحط بصله والله، واربع فصوص توم مفرومين ناعم، واللي مش مرتاح للبصل او التوم يشيلهم عادي، بس هم احلى كده. كوبايه مايونيز وكوبايه لبن رايب وربع كوبايه عسل ابيض. هنبدا اول حاجه نعمل الدريسنج، وعشان نعمل الدريسنج عايزين بوله كبيره اللي هنقلب فيها السلطه على طول، وسباتشولا، وادي اللبن الرايب، ويدي المايونيز، ممكن تستخدموا مايونيز قليل الدسم بالمناسبة، ويدي العسل، ويدي الثوم المفروم، وهنقلب. طبعا الأحسن في التقليب المضرب السلكي. ايه يا رهين قولي؟ مظبوط صح. ريهام بتقول لي ناس كتير بتخاف تشتغل باللبن الرايب او مستغربه انه بيدخل في الطبخ، ده مكون رائع في الكيكات، رائع في الطبخ، رائع وموجود في كل السوبر ماركت وفي المخبوزات، وهمي واللي بتعمله شركات مصريه ومش غالي خالص، يعني ما فيش اي عذر ان احنا ما تستخدموش يا جماعه. في ناس ممكن فعلا يكون في ناس بتخاف ان طعمه لاذع شويه، بس هو الحقيقه المعبأ اللي في القسم الثلاجه في السوبر ماركت ده مش لاذع زي اللبن الرايب البلدي يعني خالص، فلا استخدموه هو رائع جدا. ادي الدريسنج كده كمل. طيب هناخد بقى الخضار، نشيل بس دي خلاص احنا مش عايزينها، وطبعا بيبان الكول سلو خداعه، بيبان ان الدريسنج قليل عليها، لكن هي بتنزل كميه ميه رهيبه، فما تقلقوش هتظبط في الاخر. هناخد شويه من الكرنب الفرنجي، الكرنباي دي طلعت كبيره جدا فانا بالتاكيد مش هاخد كل ده، هاخد تاني بس هاخد الجزر بتاعي الاول. ممكن طبعا تتعمل من غير الكرنب الاحمر براحتكم، بس هي احلى بيه. والبصل، وهناخد شويه من الكرنب الاحمر بس، وهاجي كده استنى واحده بسباتشولا تانيه ونقلب من فوق لتحت، وبيني وبينكم احسن حاجه ايديكم. ناخد من يا رهام، احنا ما حطيناش الملح فنحطه. ياسمين يا ياسمين عامله ايه؟
الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، انت اخبارك ايه؟ طرحتك طف عليكي جدا. ايه؟ طرحتك طف عليكي يا روحي، اتفضليها يا حبيبتي، تسلمي. ربنا يخليك. احب ابعت تهنئه لزوجي. تبعتي ايه؟ تهنئه لزوجي. اتفضلي يا حبيبتي، ربنا يخليكوا لبعض. كل سنه وانت طيب يا ابو حمد. يا رب يخليهولك يا حبيبتي، كل سنه وهو طيب. عيد ميلاده؟ ايوه. يا حبيبتي عقبال 100 سنه ان شاء الله، وهو منورك وكده ومالي البيت عليكي. شكرا يا حبيبه قلبي ونورتينا، وكل سنه وحضرتك طيب. تقليب، بصوا بقى شايفين الكول سلو اللي كان باين كتير قوي والدريسنج قليل قوي عليه بقى زي الفل. اصبروا بقى عليه كمان، نسيبه لاخر الحلقه كده، هتشوفوا كل ده هيهبط ويبقى الدريسنج كميته مناسبه جدا. وطبعا في ناس بتحب دريسنج كتير، في ناس بتحب قليل، فالموضوع ده بقى انتوا ذوقكوا. لو الناس بتحبها عايمه خالص في الصوص ممكن يزودوا الكميه، بس هي كده بتظبط جدا جدا. نديله بس الفرصه بتاعته يدبل وهتشوفوا هي ظبطت ازاي، يعني مجرد اخر الحلقه هنلاقيها ظبطت معانا. خلوني اشيل الحاجات الفاضيه وانضف كده. والرز ده عايزين بقى خلاص نقفل عليه النار ونشيل الكرومبات. جايه كبيره قوي قوي يعني، فلا احنا مش محتاجين كل اللي احنا محتاجين، الكرومبه الفرنجي الصغيره سواء خضراء او حمراء. هنسيب ده كده هنا على جنب يدبل، وارجع الملح وانضف وندخل على الكيكه. عندنا كيكه يوستافندي، بصوا بقى تحفة تحفة تحفة، مش قادرة اقول لكم حلوة ازاي، وهمية سهلة. طعم اليوستافندي في الكيك تحفة، فاتمنى انكم تجربوها، وسهلة قوي. لا لا لا، كيكة جميلة جدا جدا فوق ما تتخيلوا. ممكن تعملوا لها كريمة وتبقى كيكة يعني ايه فانسي شوية، وممكن تسيبوها من غير حاجة زي ما انا عاملة وتبقى كيكة شاي. اللي يعجبكم، ما عندناش اعتراض. تعالوا نشوف مقاديرها ايه ونشوف هنعملها ازاي. وكيكة اليوستافندي اللي هنعملها النهاردة محتاجين علشان نعملها 2 كوباية من الدقيق و1 كوباية من السكر، وهي كيكة كيك شاف النهاردة، مستخدمين فيها كيك شاف من دريم، وتلات بيضات. يبقى تاني تعالوا من الأول من مع المقادير: 2 كوباية دقيق، و1 كوباية سكر، و1 كوباية زبدة طرية، وتلات بيضات، ومعلقة صغيرة سائل فانيليا، رشة من الملح، معلقة صغيرة من كيك شاف، معلقتين كبار من بشر اليوستافندي، الحتة البرتقاني بس ما بناخدش من الجزء الأبيض، ونص كوباية عصير يوستافندي، 1 كوباية قطع يوستافندي، وقطع اليوستافندي بنشيل منها البذر تماما. ممكن بقى تقسموها نصين وتقدروا تشيلوا القشرة البيضاء أو تقدروا تسيبوها عادي، مش فارقة قوي. طيب يلا نشتغل. عايزين بولة كبيرة، دخلوا لي بولة كبيرة، ما عنديش بولة اشتغل فيها. ماشي، لسه شوية. تعالوا نغرف الرز عبال ما البولة تجيلنا. طبق لطيف كده للرز. اوبا، ونغرفه. لونه بالظبط زي الريزو، وبقى طعمه عايزه اقول لكم انه احلى من الريزو. وفي البيت ما دفعناش فيه 5 مليون جنيه، عشان انتوا عارفين بتجيبوا الحاجات دي من بره بكام، واحنا اللي عاملينه وحاطين فيه على مزاجنا وبراحتنا خالص. الكبد الفراخ طبعا ممكن تبقى فراخ مقليه ونقطعها على الوش من الكريسبي اللي عملناها دي، وقطع الفراخ ممكن ما تبقاش فراخ مقليه خالص، الكبده قصدي، ممكن تبقى قطع فراخ عاديه صدور وتتعمل معاه برضو، ده اوبشن زي ما انتوا عايزين هينفع معانا. يلا بس قدمنا الريزو. الكبد الفراخ
وجبتنا في طريقها الى الاكتمال. احنا دي السيجمنت الاخيره ولا لسه في واحده؟ طيب كويس عشان انا اتلخبطت كده في النص. نفرد بس شويه. بس تحفه. طبق الريزو جاهز. يلا نرجع بقى للكيكه. الشباب جابوا لي بوله كبيره اشتغل فيها فانا هرجع اشتغل على طول ونسيب الريزو هنا كده ونشوف الكيكه دي هنعمل فيها ايه. كيكه زبده. يبقى اول خطوه هنبدا بيها هي الزبده والسكر. تمام. وبالمره يلا معاهم الفانيليا وبشر اليوستفندي. ليه بحطه من الاول؟ عشان الضرب اللي هيحصل دلوقتي بالمضرب الكهرباء هيطلع لنا طعم البشر ده بطريقه فظيعه. نجيب بقيه حاجتنا هنا وتعالوا كده قبل ما نبدا في الضرب نجهز كمان المكونات الجافه بالمره. عندي اهو الدقيق هحط له كيك شيف معلقه صغيره هنشيل بقيه الباكت للكيكه الجايه وهناخد رشه من الملح ونخلط المكونات كده. جهزت عندي المكونات الجافه. يلا مكوناتنا الجافة جهزت وندخل بقى على الزبدة. ضرب عادي جدا. ضربنا الزبدة والسكر لحد ما بقوا قوامهم كريمي شوية. هنبدأ نعمل ايه دلوقتي؟ نضيف البيض. هضيف البيض بيضة ورا التانية وانا بضرب برضه.
تمام. محتاجين بس بسباتشولا ننزل الجناب عشان نضمن ان كل الكيكه بتتعجن بالتساوي. فهنزل كل الجناب. وهاجي دلوقتي اضيف نص المكونات الجافه. هضرب وهضيف عصير اليوستافندي. احنا ضفنا نص المكونات الجافة وبعد كده ضفنا عصير اليوستافندي، وبعد ما ضفنا عصير اليوستافندي واتخلط ضفنا تاني النص اللي فاضل من المكونات الجافة. انا دلوقتي بنزل جناب الطبق عشان الف او اضرب الضربة الاخيرة اللي هتخلي الكيكة دي متجانسة تماما. بس كده زي الفل. عجينة الكيكة بقت جاهزة. معانا تليفون اخده الاول. مين معانا؟ مين معانا؟ ايمان معانا على التليفون. يا ايمان اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مدام ايمان؟ انسه ايمان. الو. منورة الشاشة. منورة حبيبة قلبي اهلا بيك. الله يخليك. ايه القمر ده؟ انت اللي جميلة يا ربنا يحفظك يا رب. تسلمي يا روح قلبي اهلا وسهلا. الله يخليك. تسلمي لك على كل حاجة بتعمليها. تسلمي لي يا حبيبة قلبي. ربنا يبارك لك يا رب. تسلمي لي يا حبيبة قلبي. جزاك الله كل خير. اشكرك يا حبيبة قلبي. الله يخليك. انا بس عايزة اسفر عن حاجة ممكن؟ اموريني اتفضلي. الله يخليك. الامر لله. عايزة بس اعرف الحاجات الصحية اللي ممكن الواحد يعمل فيها الاكلات. يعني الستانلس ولا ايه حضرتك بعد اذنك؟ قصدك يعني ادوات الطهي الصحيه يعني؟ الجرانيت، الالومنيوم. يعني لا بلاش الالومنيوم، الستانلس ستيل والجرانيت انا بعتبرهم احسن اثنين. وهو طبعا ما احنا بنقول اهو الستانلس والجرانيت لو ما اتخدش، كل اللي انا بقوله ده بشرط انه ما يتخدش وما يتبهدلش وما يتجرحش ونحافظ عليه، لان دايما الخطوره بتيجي منين؟ بتيجي مش من الطبقه الخارجيه، مش من طبقه الطله الخارجيه، الخطوره دايما بتيجي من ايا كانت الماده اللي تحتيها، فلما احنا بنخدش احنا بنعرض الماده اللي تحتيها دي لانها تكون جزء من اكلنا، وهي عاده بتبقى ماده مش المفروض تكون جزء من اكلنا، فعشان كده بنقول دايما بناكد مليون مره معالق خشب، معالق سيليكون، مش عايزين حاجه تتجرح. ف اي حاجة هنستخدمها في النطاق اللي انا بقوله ده مش هتبقى مضرة على فكرة. بتقولي ريهام ان في ناس بتستعمل مع الستانلس على اساس ان هو ما بيجرحش، هو ما فيش مادة في العالم ما بتتجرحش، يعني التيتانيوم ذات نفسه بيتجرح يعني لو اسيء استخدامها، فانا ليه اخد الريسك؟ انا خليني كده في الامان دايما واستخدم حاجتي بطريقة حضارية وطريقة كويسة واحترمها علشان تحترمني وعمرها يطول وتفضل عندي مدة طويلة ما تتبهدلش وحتى شكلها يبقى حلو ويفتح النفس على الشغل. انا بعمل ايه دلوقتي؟ بدهن صينيتي بالزبده كويس جدا. فادي الزبده دهنا بيها الصينيه، ومش هعمل حاجه غير ان انا هصب خليط الكيك في الصينيه هنا عبال ما ترجعوا لي من فصل صغير. مستنياكم.
ورجعنا من الفاصل. الكيكه فاضل لها حاجه واحده بس، صبناها في الصينيه وهنحط على الوش شويه يوستافندي. هما بيبقوا على الوش دلوقتي، لكن مع الخبز هيقوموا غطسانين فيها من جوه. تيجوا تاكلوا حته الكيكه تلاقوا طالع لكم ايه؟ حته يوستافندي فظيعه. وهتدخل تتخبز على درجه حراره 180، ويكون الفرن برضو سخن على درجه حراره 180. الرف اللي في النص حراره من تحت بس، ولو عندي مروحه توزيع حراره هشغلها. بس كده تمام. انا مجهزه كيكتين اهو من قبل الهوا، شكلهم تحفه. وكل اللي هنعمله ان احنا هناخد شويه سكر باودر على الوش، بيدوا شكل جميل جذاب مميز كده وبس. شكرا جزيلا، خلصت سفرتنا النهارده. يبقى النهارده عملنا ايه؟ عملنا النهارده وصفات جميله جدا، كله بيحبها بياكلها بره، مع شويه تغييرات بسيطه قوي هتخليها احلى واحلى كمان. عملنا مع بعض سلطه الكول سلو، وعملنا مع بعض الفراخ الكريسبي المقليه اللي بنجيبها من المطاعم، عاملينها صدور النهارده مش فراخ كامله. وعملنا كمان رز الريزو، بس عاملينه بكبد الفراخ، ينفع تعملوه بالكبده بالفراخ قصدي، ينفع تعملوه بالفراخ المقليه تتقطع على وشه في الاخر، وينفع تعملوه عايزه اقول لكم حتى باللحمه المفرومه مش هيقول لا. وعملنا معاهم سلطه الكول سلو اللي معروف ان هي دايما تتقدم معاهم، فبقى عندنا الوجبه الجميله اللي انتم شايفينها دي، ولا احلى من كده. ده غير طبعا كيكه اليوستافندي اللي هي ايه من احلى وصفات النهارده. واتمنى انكم تجربوها، كيكه جميله وسهله جدا زي ما انتم شفتوا. ودي كانت اطباقنا النهارده، يا رب تكون الحلقه فادتكم وعجبتكم، ويا رب تكون الوصفات كانت على ذوقكم. بفكركم ان اعاده الحلقه الساعه 10:30. ثانية أنا عايزة ألف ده بعد إذنكم. كده أحلى. إعادة الحلقة الساعة 10:30. كل الوصفات بتنزل على فيسبوك القناة بي إن سي فود، وعلى يوتيوب القناة برضو بي إن سي فود، وعلى صفحتي سارة عبد السلام بالعربي وبالإنجليزي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. بنجاوب على كل أسئلتكم على السوشيال ميديا يوميا، وصفات بتنزل يوميا، استنوها واستنوا كل اللي بنقدمه لكم على السوشيال ميديا، بيكون أكتر كمان بكتير من الحلقة، وتابعونا عليها. أشوفكم إن شاء الله بكرة على خير في حلقة جديدة من سنة أولى طبخ. مع السلامة.